بسم الله اوامر موديفاي. لو انا جيت رسمت حائط بالشكل دوت وحائط تاني بالشكل دوت، تمام، وبعدين انا قلت ان انا عايز اشيل الزيادات ديت، تمام، ممكن اجي في امر تريم واختار الحاجة اللي انا عايز اشيلها واروح دايس تشال معايا على طول بالشكل دوت، اقول له تريم او ادوس كنترول وحد الشكل اللي انا عايزه بيطرح لحد التقابل او لحد ما يلاقي حيطة تانية، بيبدأ يقسم الحيطة اللي عند اول تقاطع موجود معايا، تمام. طيب لو انا رسمت حائط مثلا بالشكل دوت، تمام، وعايز اقطع فيه بختار امر اسبلت. امر اسبلت باجي على اي حائط واروح مقطعه نصين بحيث كل نص فيهم يبقى لي نتحكم فيه، لي ان انا الغيه زي ما انا عايز، تمام. اللي بعد كده امر ادجاست، بختار الحائط بتاعي اللي انا عايزه واقول له ادجاست واروح موصله للحائط اللي هو قدامه على طول او في طريقه ادجاست. بلاقي هنا ان الحدود بدأت تظهر، انا مش عايز كده، بدوس رايت كليك في اي حتة واقول له كلين وول بيم انترسكشن، بيبدأ ينظف لي التقاطعات ديت لو هي مضايقاني، تمام. طيب ممكن برضه ادوس كده واقول له ترو لاين ويت، بيجيب لي الخطوط هتبقى عامله ازاي عند الطباعه، تمام. طيب بلاقي بعد كده انترسكت، تمام، بيكون عندي حائط مثلا كده وعايز هما الاتنين يتقاطعوا مع بعض، فبعمل سيلكت ليهم هما الاتنين واقول له ايه انترسكت. طيب لو انا مش عايزهم يتقابلوا كده، انا عايز يبقى فيه زي منحنى، فبقول له ايه تشامفر او فيلت. فيلت بالدالب بالانحناء، تشامفر بيبقى فيه زي قطع كده، بقول له فيلت واختار مثلا 500 واقول له اوكي، يبدا يعمل لي الفيلت بتاعي، تمام. بعد كده بلاقي امر اللي هو ريسايز. يعني ايه ريسايز؟ يعني بكون معلم على بعض العناصر كده وعايز اعمل اخليهم يكبروا او يصغروا، بقول له ريسايز، تمام، وببدا اقول له اوكي واسحب زي ما انا عايز مثلا من هنا لهنا واكبرها شويه زي ما انا عايز، اهي تكبر معايا ريسايز. ممكن اقول له انا عايز المقاس بتاع قد ايه وابدا احدد، او اخليها جرافتي من هنا مثلا واروح مصغرها تاني بالشكل دوت.